طيب لو ما ترك شيئا لأولاده، ترك لهم ديونا، عليه هو ديون، ممكن؟ ممكن، يعني بدل أن يورثهم مالا ورثهم ديونا، هو مديون، عليه دين. الأولاد غير ملزمين بتسديد هذه الديون، كل نفس بما كسبت رهينة. أولاد غير ملزمين أن يسدد، لكن من البر، من البر أن يسددوا هذه الديون عن أبيهم، لكن قضاء وشرعا غير ملزمين، طالما أنه ما ترك لهم شيئا. لو ترك تأخذ من الرأس مرفوع كما يقال، لكن إذا لم يترك لهم شيئا ترك ديونا، هم غير ملزمين بتسديد هذه الديون، ولكن إن فعلوا ذلك فهذا من البر بأبيهم، أنهم يأتون للدائنين يقولون ديون علينا، نحن سنسدد ديون أبينا. لكن ممكن بعض الأولاد يقولون إيش؟ ما لكم شيء، خذوها من أبينا يوم القيامة، ما لكم شيء عندنا، يرفضون أن يدفعوا، غير ملزمين لا شرعا ولا قانونا أنهم ولا قضاء أنهم يدفعون هذه أو يسددون هذه الديون. نعم.